معالي السيد الوزير الأول الدكتور فيليب المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في المملكة المغربية للمشاركة في الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، وإنه لشرف أن أترأس إلى جانبكم أشغال هذه الدورة، كما أغتنم هذه الفرصة لأرحب بالوفد المرافق لكم وأتمنى لكم مقاما طيبا. ولا يفوتني أيضا أن أشكر جزيل الشكر كل من ساهم من كلا الجانبين في حسن إعدادي والحرص على السير الجيد لاجتماعنا هذا ونجاحه. إن اجتماع اليوم فرصة للتنويه بالطابع الاستثنائي والمتفرد لشراكاتنا المبنية على أواصر الصداقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، وهذه الشراكة مؤهلة للتطور ولمزيد من التقدم بفضل إرادة وعزم قائدي بلدينا جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لفتح آفاق جديدة ومتجددة قوامها الثقة والإبداع والأمل والثقة في المستقبل. أيها السيدات والسادة، يشرفني أن أعطي الكلمة لمعالي الوزير الأول الفرنسي السيد إدوارد فيليب. أبو لطغول السيد البريمير مينيستر. Merci, monsieur.